سلام الحبيب ديالي، كي دايري؟ لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحيحه؟ كنتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بالصحيحه والسلامه يا ربي، وطول العمر يا ربي في الامنيه ديالو شي حاجه يا ربي يحققها ليه، واللي مريض الله يشافيه، واللي ما عندوش دريه يا ربي تهلا عليه بدريه صالحه. اليوم غندير معكم السفه مدفونه بالدجاج بالطريقه ديالي انا اللي كندير، اللي مولفه كندير دائما. عندي هنايا الدجاج على حسب كل واحد وشحال عاي دير، يعني اللي حسب لا درتي كيلو راه كديري زايد، درتي نص كيلو كديري غير قال، على حسب عدد الاشخاص اللي كاينين. انا درت هنايا طرف الصدر كامل مقسوم وطرف الضفاط، يعني ثلاثه الطروفه يعني كافيني في نص كيلو. عندي هنا جوج البصلات، عندي المعدنوس هيدا مربطاه مخبلها هكا مع بعضو صافي. هنايا الثومه، جوج دروس الثومه هما محاضرهم في الدجاج، هاهم حكام على الدجاج. نديرو البصله، هادي سكينجبير، ندير المعلقه، نخرقو، البزار ما كنقويوش بزاف الحقاش بدات تجيش فيها المريقه بزاف، كتخاف تجي مره حاره ولا شي حاجه. عطريه ديال اللحم نديرو شويه، على حسب الذوق غادي نقياسو. صافي زويته بلدية، صافي واحد شوية زعفران شعرة، اللي عندو كسي بيسا يديرها، اللي عندو زعفران شعرة يديرو، اللي ما عندوش ما يديروش. لو كيمشي على حسب شنو عنده. صافي درت شي بزاف، درت شي يكون شي ستة الخويطة. صافي غنديرها تقلى، وديك الساعة تعلقها معايا تقرا معايا الفيديو كامل حتى اللخر وغتشوف كامل شنو كندير. دابا هادي هي السفة، ندير لها الزيت، ديرها الزيت مزيان باش ما كتلصقش، باش ما كت ما كتلصقش كامله، وملي كتفوريها وكديري لها الماء الا ما درتيش ليها الزيت مزيان، ملي كتفوريها كتعجن. الا درتي ليها الزيت مزيان ما كتعجنش حتى الطفيره الاخرى باش كدير ليها عاد الزبده. انا واخا نخلطها دابا باش تبقي خاصها الزيت، رانا غنزيدها الزيت. درت لها ثلاثه المعالق كبار، هنا غنخلطها مزيان، غندخل فيها ديك الزيت مزيان حتى يدخل فيها ديك الزيت مزيان، باش ملي كتجي تفوريها كت ما كتخص تعجنش ليك. هنا غادي نزيدها واحد المعلقه ديال الزيت، شفت الزيت ما فيها شي قويه بزاف، ستة معلقه ديال الزيت غنخلطها باش ما تعجنش، وخا تسقيها وكلشي ما تتعجنش. انا درتها في الكسكاس، انا راه مدخله غير الصوت على الفيديو، الصوت جاني فيه صداع بزاف ودخلت الصوت على الفيديو. هنا ملي كديرها في الكسكاس كتشوك. هنايا المريقه، نهضر على الشعريه كديريها ديري كتطلع على الفوره كتحسبي لها 20 دقيقه، ملي كتبدا تشوفيها تشوكات كتحيدها. صافي هنا الطنجره درت لها كاس الماء تقلات، درت لها كاس الماء، صافي غنسد عليها نديرها طيب.
هنايا هي فارت، فارت كامله نخويها في قصريه. هنايا راه غتنسقيها، عندي هنا نص كيلو تصفه، غندير لها نص كاس الماء، نص كاس ديال الماء بارد ماشي سخون. انا كان الماء بارد كنبقى نسقي فيها حتى كنساليها بالماء بارد، ما كنديرلهاش الماء سخون نهائيا. صافي هنا غندخل فيها هذاك الماء اللي خويت لهذاك نص كاس، وغادي نديرها تفور. كتعطلوها شي كتدخلوا في هذيك الكاس هكا، كتخلطوا بالماء شربت ديك نص كاس الماء صافي، وكترديها في الكسكاس الصغير. صافي هنايا راه فارت، انا غادي ندير لها واحد الكاس الماء، ندخل لها كاس الماء، تفوره الثانيه فيها كاس. هاي كتصغي تخوي لها الماء وكتحليها، كتخوي الماء وكتفكها بيدك باش ما تلصقش، باش ما تلصقش تجي ملصقه. شتي اش كتفدي تحليها اش كتجي تشرب ديك الماء كتجي. هنا ردها تفور، هنا دابا فاش ردها تفور راه غنغطيها بالميكا وبالغطاء من الفوق الكسكاس الميكا، وغنغطي الكسكاس من الفوق بشياطة. اي غطاء عندكم غطيو به، الا عندكم غطاء ديال الكسكاس الجميلة ولا شي حاجة غطيوه. هاي هنا وريتولكم غادي نغطيه باش كتفور مزيان كطيب، كيرجع عليها الفوره كطيب. الا ما غطيتيهاش كما كطيبش مزيان بحال اللي كترجع عليها الفوره. صافي غنتي غنغطي الكسكاس بشي حاجه وغنديرها تفور. ها بالغطاء بحال هكا، هنايا ملي غتفور غنجي نزلها، غندير نسقيها بما بارد. هنا راه عندي كاس العنبه، الا كنعبر بيه كنعبر بكاس ديال العنبه، كنسقيها وكنفتحها وكنحلها بيدي. هنا ندير لها الملحة، هنا راه غندير لها ثلاثة الكيسان ديال الماء، ندخل ثلاثة الكيسان ديال الماء ديال العنبة. هنا الزبيب عندي راه سلقته بالماء ودرت له القرفة ودرت له السكر، غادي نعسلو. انا الشعرية نخليها واحد شويه تشرب ديك الماء هكا، مره غنقلبها هكا نحركها بيديا تشرب ديك الميه وردها تفور. هنايا هي فارت، درت لها الزبده، هي الزبده عندكم ديروا شي مارغرين. هنايا غندخل ديك الزبده تذوب ندخلها فيها. بالنسبة للفورة عاوتاني فحال ضروري خصك ديري الميكا وتغطي الكسكس من الفوق باش كطيب. هنا ندخل فيها ديك الزبدة مزيان، هنا ندير سكر كلاصي، كل واحد على حسب الذوق، كل واحد يدير على حسب الذوق ديالو. دير السكر وخلطي وذوقي، شوفي القياس اللي باغي. يعني السكر ما كيبقى ما كيكونش فيه العبار شحال غندير، يعني كل واحد اللي بغى مسوسه اللي بغى حلوه اللي بغى ناقصه. هنايا عندي المشماش سلقته بحال
سلقته بالماء ودرت له السكر ودرت له القرفه. انا مخلط اللوز وكاوكاو محمرين، كنديرهم مع كندير سكر بلاصي، كنديرهم مع الشعريه. اللي عنده غير كاوكاو يديروا، اللي عنده اللوز يديروا، اللي عنده مخلط يديروا مخلطين، لو اللي عنده شي حاجه يديرها. عرفتش من كات ديزاك كتاكل ديك البنه د الكاوكاو واللوز والقرميشه ديالهم صافي. ديك الساعه تنزوقها نقادها ونرجع معاكم. صافي هكا درت ليها اللوز وكاوكاو وخلطتها ونزلتها هنايا، ما عنديش فين، ما عنديش حاجه يخرى فين نقدم، درتها في هذا. انا كنشارك معكم كل شيء باش اللي ما عندوش فين، باش شي حاجه بغى يزوق، اللي بغى ينزلها غير هكا كينزلها، واللي بغى ينزل شي حاجه مقاده ومزوقه اي حاجه عنده يقلي بها. انا كنشارك معكم كل شيء، ما عنديش شي حاجه اللي غنقول لا خصني ما حطش هذه نحط هذه، اي حاجه كنشاركها معكم عندي عادي. وكنسقيها، المهم هذه السفه اللي معروفه عند كل شيء، كل شيء كيديرها. شارك معكم طريقتي. صافي، ولا ما كاينش كاع الدجاج ما تنديرش الدجاج. صافي هاهي قلبتها، صيفطها هنايا. حنا تنديرو لها المرقة، هي طريقتي هنايا صايبتها. تنشكركم بزاف، تحيه لكم المتابعين ديالي كاملين داخل المغرب وخارج المغرب، وصحاب القنوات اللي كيتابعوني كاملين، تحيه لكم كاملين. وكنبغيكم محمق عليكم، ودعموني وديروا ليا جي، ما تنساونيش من جي مشي تعليق زوين وبارطاج، ما تنساونيش من بارطاج فضلا ولا تامر الا جات على الخاطر ديالكم ولا عجبكم المحتوى ديالي اللي كندير. بارطاجوا القناه مع العائله والاحباب باش تعمل فائده، وشكرا لكم بزاف، الله يخليكم ليا.